السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أول درس في سلسلة تعليم الفوتوشوب للمبتدئين. عشان نعمل درس زي ده لازم نوضح الأول إيه هو الفوتوشوب بالنسبة للناس اللي ما عندهاش أي فكرة يعني إيه هو فوتوشوب. الفوتوشوب هو برنامج لتعديل الصور، يعني صورة زي دي أقدر أعدل عليها وأخليها زي كده، أقدر أعمل فيه حاجة اسمها تلاعب، اللي هو إيه، ان انا اخد صورة زي دي واغير فيها اضيف عليها صور تانية فتظهر بالشكل ده او زي كده مثلا، او ارسم فيه صورة من الزيرو زي دي رسم، او اعمل فيه لوجوهات زي كده او ده. استخدامات الفوتوشوب كتير، يعني مش مجرد تعديل على الصور وتحريرها، في اكتر من مجال بنستخدم فيه الفوتوشوب. هنبدأ في اول درس تعريف القوائم والادوات والويندوز العائمة اللي هي زي اللير والهيستوري والحاجات دي. اول قائمة اللي هي قائمة فايل، هنبدأ ناخد الوظائف اللي فيها، مش هتكون كلها بالظبط ولكن هنحاول ناخد اكثرها استخدام. نيو يعني بنفتح ملف جديد، كأن عندنا مثلا ورقة بيضة كده هنبدأ نرسم فيها أو نحط عليها التصميم بتاعنا. قائمة نيو دي فيها ايه؟ أول حاجة نيم، بنكتب الاسم بتاع الفايل اللي احنا عايزين. ويدث القيمة بتاعة العرض، هايت قيمة الطول بتاع الملف، ريزوليوشن اللي هو درجة نقاوة او جودة الصورة. دي بتتحسب ازاي؟ بتتحسب على حسب انت محدد ايه، عايز التصميم بتاعك يكون مقاساته بالسنتيمتر ولا بالبيكسلز ولا بالانش. انا بالنسبة لي لاني بشتغل ديجيتال بينتنج فبتعامل بالسنتيمتر، لكن هو انت لو هتشتغل في المطبعات فعلى حسب نوع التصميم اللي انت هتشتغل عليه. بالنسبة لليافطة لان هي بتبقى مساحات كبيرة فالناس بتشتغل بالسنتيمتر، لكن لو هتشتغل تصميمات ويب بتتعرض على شاشة الكمبيوتر بس فممكن تشتغل بالبيكسل. لو انت اشتغلت في المطبوعات وخصوصا او تحديدا اليافطة وتعاملت بالسنتيمتر، فالريزوليوشن المناسب ليها 72. ليه 72؟ لان اليافطة بتبقى في مكان عالي وانت بتبص لها من بعيد فانت ما بتحتاجش تحط تفاصيل كتير، لكن لو هتشتغل في تصميمات الويب فممكن تشتغل بالبيكسل. وال72 برضو معقول، ولكن لو اشتغلت في الديجيتال بينتنج فمش اقل من 300. يعني ايه بيكسلز انش؟ يعني الفوتوشوب هيديلك 300 بيكسلز في كل انش. كولر مود، الكولر مود ده بيتحدد على اساس على حسب نوع الشغل او نوع التصميم اللي انت هتعمله، هل هو تصميم للويب او هيتعرض على شاشات فقط فبتختار RGB color. لو هتشتغل في مطبوعات فهتختار CMYK. CMYK ده اللي هو اول حرف من CMYK، ده اللي هو ألوان أو أحبار الطباعة. هنا بتحدد لون الباك جراوند اللي انت عايزه، عايز الملف يتفتح بباك جراوند أبيض، بباك جراوند ألوان، أو بباك جراوند ترانسبيرنت اللي هو شفاف. احنا هنختار الأبيض. ونقول اوكي. ده ملف جديد، ورقة بيضة خالص. وعندنا هنا على اليمين قائمة اسمها قائمة ليرز، دي كأنك فاتح دفتر وكل طبقة منه بتمثل ورقة
الورقة اللي فوق، لو أضفنا هنا طبقة، الطبقة دي هتغطي على اللي تحت، هنحط طبقتين. لو احنا حاطين على الطبقة اللي تحت، هنفترض مثلا لو جينا هنا اشتغلنا على الطبقة اللي فوق وحطينا حاجة تانية، هنلاحظ ان اللي فوق غطى على الطبقة اللي تحت. تاني حاجة في قائمة فايل open، open دي بنقدر نفتحها، نفتح منها لو احنا عايزين عندنا صورة جاهزة عايزين ندخلها في التصميم، بناخدها من open. مثلا صورة زي دي اهي، نسحبها وندخلها على التصميم. في طريقة تانية نقدر ندخل بيها صور في البرنامج، ان احنا نفتح الفولدر مباشرة وناخد الصورة نسحبها كده ندخلها على الفايل. الصورة دي مش مناسبة، ممكن ناخد دي. لو دخلناها على الفايل كده على طول هيظهر لي الكنترولز اللي حواليها دي، اقدر لو قربت منه كده اقدر اكبر واصغر زي ما انا عايز. بس في الحالة دي هلاحظ ان النسب بتضيع مني، عشان ده ما يحصلش اضغط على شيفت فاكبر واصغر والصورة تحتفظ بنفس النسب بتاعتها. تكتين والصورة تتحرر من التحديد. في عندنا من قائمة فايل كمان سيف، اللي هو احنا بعد ما نخلص التصميم بتاعنا وعايزين نحفظه هنكتب الاسم بتاع التصميم ونختار من هنا الاكستنشن المناسب اللي احنا عايزينه، او ونختار المكان اللي احنا عايزين نسيب الصورة بتاعتنا فيه. في كمان حاجة اسمها سيف فور ويب، ده بيعمل ايه؟ ده بيديني امكانية ان انا اسيب الملف، احفظ الملف بكوالتي عالي ولكن بحجم اصغر من الحجم العادي. اتحكم في الكوالتي بتاعه، اختار الاكستنشن اللي انا عايزه وهكذا. عندنا كمان من قائمة فايل في عندي import، لو انا عايز ادخل حاجة اعملها في برنامج تاني وعايز ادخلها في الفوتوشوب هي زي open من import. وفي عندي export اللي هو لو انا عندي ملف وعايز اصدره مثلا يتفتح في برنامج تاني زي illustrator، فبختار path to illustrator وهكذا. ده بالنسبة لقائمة فايل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس الأول في سلسلة تعليم الفوتوشوب للمبتدئين. إن شاء الله الدرس القادم هنتكلم عن أدوات التحديد في الفوتوشوب.